عشان سبقت في الاعلام احيانا قد يتعلم الطالب على قد يتغلب الطالب على عطل على ترى لا تحثلها يا ابراهيم لا لا قد يتغلب قبل على بال ما خلص طيب عطل انت مفلح حقيقه انك ما خليت شيء للمتسابقين لكن نسال الله السلامه والله اني عد الصحيح اتوقع انه حنيت انك تصير مسابق حنيت ترجع حنيت انك ترجع عادي ترى في سرير زايد وعادي تدخل القريه طال عمرك معهم واترك المجال لغيرك يا ابو سعد الا ودك انا ودك تترك الكرسي ذا ويجي واحد من غيرك اترك اذا فيه في من يملأ الكرسي ذا في اللي افضل منك مدري علي يا اخي مدري يا اخي وفيه اللي افضل منك كلنا اتمنى ذلك يا اخي وينك يا ابو حزام بس اعطونا ابن دويحس يا جماعه الخير ابن دويحس ما اتوقع انه بيجي طال عمرك عقب الطامه هو مسويها لا هو ولا ومهذل ومهذل هم جايين اثنين هم جايين شوفهم بتقهون شاهد الحين ولا انهم جارين لهم صوت اتوقع انهم جارينهم صوت الحين وفي زاويه يلا نسلم يلا نسلم اعطوني راكان اعطوني راكان السهلي انا حلا امس اكراما الماجد انه قال والله ما تجلده فانا ما جلدته البارح لكن اليوم ابجلده ودي تحطون الكاميرا على محمد المسردي ودي تحطون الكاميرا على محمد المسردي في مكان اللي جالس معه لا يجي راكان انت مطلوب الكفش الروم لكن محمد المسردي ودي تحطون الكاميرا عليه ودي تحطون اتمنى يا محمد المسردي انك تحافظ على الشيك وتعلمنا وين الجوال اللي معك عشان يبقى الشيك معك انا اقول لك انا بريك مقدم فقرة خذها كاش قدام الملا إذا اعترفت يا محمد المسردي وين الجوال اللي معك أو جبته وسلمت الإدارة أنا أوعدك أنك تستمر في حصانتك لكن لا يطلع الجوال بكرة ثم تطلع إبراهيم ثم تودعنا واضح كلامي يا محمد حط الكاميرا عليه أبي المشاهدين واضح كلامي أقول اسمع هات الجوال ولك من عندي ضمان باذن الله حلم انا اتوقع انه ان شاء الله يكون واقع في يوم على مليون. راحتك اعطونا راكان في الكبش الروب راكان ولا سلطانه دويحس ولا مهدل الربع ذولا هالحين